يسعد الله مساءكم أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في تلفزيون جي بي تي وحياكم. أقرأ لحضراتكم هذه النشرة التي يستهلها بسم الله الرحمن الرحيم ثم بأهم العناوين. قصر الشعب يحتضن ورشة عمل حول إعداد تحذير مميم من الأخطار الناجمة عن التغير المناخي. أهلا بكم. على غرار الدول العالمية وبرعاية رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد، احتفلت جيبوتي باليوم العالمي للمعاقين وذلك في أروقة قصر الشعب. ونظمت مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعاقين التي يحتفل بها اليوم تحت شعار تعزيز مشاركة ودور الأشخاص ذوي الإعاقة دفع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، نظمت بهدف تعزيز حقوق هذه الفئة من الأشخاص في جميع المناحي المجتمعية والتنموية وزيادة الوعي لدى المجتمع بأوضاعهم الخاصة في جميع الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية من خلال تنظيم ورشة عمل لإطلاق عملية التخطيط والتشخيص للاستراتيجية الوطنية الأولى للإعاقة. وشارك في عمل هذه المناسبة أعضاء الحكومة بالإضافة إلى المؤسسات الدولية والوطنية وشركاء الوكالة الوطنية للذوية الاحتياجات الخاصة ومختلف رؤساء جمعيات المعاقين في كافة التراب الوطني. هذا وصادقت جمهورية جيبوتي على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2010 من خلال أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. مدير عام الوكالة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة سيد دعالي سعيد محمد تناول في خطابه حول الاستراتيجية الوطنية التي تهدف بالدرجة الأولى إلى الارتقاء بأوضاع الأشخاص المعاقين. إذن المزيد مع إدريس عمر درر. نلتقي اليوم بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة، ونقوم بإعداد هذه الاستراتيجية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف إنجاح هذه الاستراتيجية وحتى تؤتي ثمارها، كما نعتمد على الدعم الحكومي بقيادة رئيس الجمهورية في إطار إعداد هذه الاستراتيجية. سيقوم الفريق المكلف بزيارات ميدانية ابتداء من عرتا وانتهاء بأبخ. وكما هو معلوم فإن احتياجات شريحة الاحتياجات الخاصة متباينة ومختلفة، لذلك لابد من وضع خطة خاصة لكل فئة منها سواء أكانوا في الأقاليم أو في العاصمة. وانطلاقا من ذلك قررنا تكليف الفريق المذكور من أجل الوقوف عن قرب على الفرص المتاحة للمعاقين تعليميا وصحيا بالإضافة إلى فرص العمل وغير ذلك. وسيتم أيضا إطلاق مشروع تسجيل المعاقين وإصدار بطاقة بيومترية أو رقمية لكل معاق. دولة رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد شدد في كلمته حرص الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية لتلبية احتياجات الأشخاص المعاقين. Mesdames et messieurs, nous savons tous la priorité. إننا جميعا معنيون، وإن رئيس الجمهورية يولي اهتماما كبيرا في اندماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أقدم على إنشاء الوكالة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة والتي تعنى بالدرجة الأولى بحماية حقوق المعاقين، وهي وكالة تتبع مباشرة رئاسة الجمهورية. إن هذا الخطاب موجه للأمة، وإذ ينبغي التنبيه لضرورة الإلفاء بالالتزامات تجاه هذه الشريحة المجتمعية، حيث تشهد أوضاعهم تحسنا لافتا في الوسط المجتمعي بصورة تدريجية لحين اعتلاء مناسب رفيعة في الدولة طبقا لرؤية رئيس الجمهورية. إن الرقبة الأكيدة للحكومة لمواكبة ذوي الاحتياجات الخاصة لا تزال قائمة، وأن هذه الورشة تمثل شاهدا حيا على هذه الجهود. وتندرج الاستراتيجية الوطنية
ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار السياق الوطني إثر اعتماد الاستراتيجية الوطنية للرعاية المجتمعية، والتي أولت اهتماما بالغا في قضية المعاقين. وبعد مضي نحو عقدين من الزمن ظلت الجمعيات الأهلية معنية بشؤون هذه الفئة، قررت الحكومة إيلاء المزيد من الاهتمام. عقد رئيس مجلس النواب السيد محمد علي حمد اليوم الاثنين مع جميع البرلمانيين اجتماعا اعلاميا لتقييم فعاليات خطط لجنة الطوارئ التي تم اطلاقها اثر هطول امطار قوية التي هطلت في البلاد في كافة التراب الوطني. ويهدف الاجتماع الى التطرق حول اخر التطورات في الساحة الوطنية وتسليط الضوء حول الصعوبات التي واجهتها جميع الجهات الفعالة المشاركة في إدارة وتشمل هذه في إدارة هذه الكارثة الوطنية والمجتمع المدني وأيضا جميع الجهات الداعمة والشركاء المحليين. وأكد رئيس جمعية الوطنية السيد محمد على ضرورة مشاركة ممثلي الأمة بشكل أكبر للإشراف على هذه الكارثة وإدارتها، كما طالب المجتمعين لبذل الجهود والقيام بما يتطلب. هذا تم تشكيل لجنة للمراقبة والتقييم برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية، وتتكون من رئيسي اللجان ورئيسي المجموعة والأمين العام، وذلك بهدف رصد ومراقبة الإجراءات التي اتخذت ونفذت على الأرض الواقع من قبل الجهات المعنية والفعالة. منذ إطلاق رسميا خطط لجنة الطوارئ لمواجهة الكوارث، اتخذ وزير النقل والتجهيزات السيد موسى محمد أحمد التدابير اللازمة والتعليمات ذلك لتقديمها إلى قيادة خفر السواحل بقيادة العقيد وعيسى عمر بقري قائد خفر السواحل الجيبوتي من أجل تفعيل خطط الطوارئ للإغاثة ودعم المواطنين المتضررين من الفيضانات الناجمة عن الأمطار القوية التي هطلت في البلاد مؤخرا. وفي هذا الإطار قام وزير النقل والتجهيزات السيد موسى محمد أحمد بزيارة بعض النواحي التي تضررت جراء هذه الأمطار، وذلك للإشراف على عمليات إعادة التأهيل والتنظيف المقام من قبل خفر السواحل في هذه الناحية. وشملت هذه الناحية كل من حي أرحبة ومكة المكرمة ودجير بالإضافة إلى الأماكن العامة. عقد صباح اليوم في فندق كامبيسكي بالاس اجتماعا يتناول حول تسريع التجارة بين الدول الإفريقية ودور غرفة التجارة الوطنية. وركز الاجتماع الذي تم تنظيمه بالتعاون الوثيق مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا على تسريع وتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة لقارة إفريقيا. ويهدف هذا الاجتماع إلى إجراء التبادل وتسليط الضوء حول أهمية فهم الإمكانيات التي توفرها اتفاقية التجارة الحرة لقارة السمراء لصالح المستثمرين المحليين والأجانب. وشارك في هذا اللقاء مختلف رؤساء غرف التجارة للدول المنطقة من بينها إثيوبيا وجنوب السودان والصومال وجيبوتي الدولة المضيفة. هذا وشهد الاجتماع سلسلة من الخطب التي ركزت جميعها حول أهمية تعزيز التجارة الحرة بين دول القارة السمراء والإمكانيات التي تتمتع بها لكل دولة، وذلك من أجل إجراء تبادلات بين المجتمعين حول السبل الكفيلة لتنفيذ الخطط المتمثلة في تحقيق الهدف القاري. وترحمت ممثلة الأمم المتحدة باربرا منزي بالضحايا الذين فقدوا أرواحهم خلال الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة، مؤكدة أن التجارة عبر الحدود يجب أن تلعب دورا رئيسيا في تحقيق أهداف التحول الهيكلي والحد من الفقر، وذلك طبقا لخطة الاتحاد الإفريقي لعام 2023. دستي وهو المستشار من جانبه أكد السيد على أهمية هذه الدورة. من جانبه أكد رئيس غرفة التجارة السيد يوسف موسى الدوالي في كلمة له أن اتفاقية التجارة الحرة لإفريقيا هي مبادرة تهدف إلى إلغاء التعريفات الجمركية بين
البلدان الإفريقية، وذلك تكملة للجهود المبذولة لخفض القيود عبر التعريفية لتعزيز حرية تنقل الأشخاص وإنشاء سوق طيران إفريقي مشترك. في إطار تقييم التدريبات المنفذة في مختلف مراكز التدريبات العسكرية في العاصمة جيبوتي والمناطق الداخلية لاكتتاب الشباب، توجه رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق زكريا شيخ إبراهيم صباح اليوم إلى المدرسة العسكرية رئيس حسن جولاد الواقعة في ناحية هول، وذلك للاطلاع عن القرب حول أوضاع التدريبات في هذه المدرسة. هذا وتنظم المدرسة العسكرية حسن جولاد بهول تدريبات لصالح كوادر من القوات المسلحة الجيبوتية من بينهم الشباب، وتستضيف حاليا المدرسة 4 دورات تدريبية منها لصالح المجندين للالتحاق بالقوات المسلحة الوطنية، ويشمل طاقم مكون من 300 شباب من الذين تم اكتتابهم مؤخرا من الرجال والنساء. يرافق الفريق في هذه الزيارة رئيس هيئة الأركان الدفاع الجنرال طاهر علي محمد، والعقيد محمد علمي، والعقيد وهيب موسى، بالإضافة إلى كوادر من القوات المسلحة الوطنية. ولدى وصول الفريق زكريا الشيخ إبراهيم والوفد المرافق له، تم استقبالهم من قبل المقدم محمد جامع قياد قائد المدرسة العسكرية الرئيس حسن جولاد. هذا وعقد خلال هذه الزيارة اجتماعا حيث قدم المقدم محمد جامع قياد عرضا ملخصا يتناول حول مختلف مراحل الدورات التدريبية والتعليمات التي يتلقونها المتدربون في فترة مشاركتهم في الدورة. وأكد المقدم محمد جامع قياد قائد المدرسة العسكرية على أهمية الدورة التي تهدف إلى تعزيز قدرات ومهارات المتدربين فيما يتعلق بإطلاق النار وتقديم الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى اللغة الفرنسية والتعليمات الخاصة بتفكيك الألغام الأرضية في الصومال، حيث تشارك جمهورية جيبوتي في عملية السلام من خلال نشر 2000 جندي يعملون تحت راية أميسوم. وخلال هذه الزيارة قام الفريق زكريا شيخ إبراهيم بزيارة مختلف المرافق التي تكون منها هذه المدرسة العسكرية في هول. نظمت وزارة الصحة بتعاون مع منظمة الصحة العالمية اليوم حفلا مكرسا لإطلاق ورشة عمل حول تطوير الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الملاريا في إطار استراتيجية 2020-2024، وذلك في فندق كامبيسكي بالاس. وجرت وقائع حفل إطلاق الورشة بحضور أمين عام وزارة الصحة دكتور صالح بنويت تراب، ومثل منظمة الصحة العالمية في جيبوتي السيد أحمد زيتون، ومديرة قسم الأمراض ذات الأولوية سيدة منيرة علي، ومدير المعهد الوطني للصحة العامة. وإن الخطة الوطنية لمكافحة وباء ملاريا ترمي في المرحلة الأولى إلى تكثيف الجهود من أجل التخلص من هذا الوباء والقضاء عليه، كما تتضمن إلى اتخاذ تدابير فعالة للتصدي عليه. تهدف هذه المبادرة أيضا إلى صياغة استراتيجية وطنية جديدة مدتها 5 سنوات تركز على مكافحة الملاريا في جيبوتي. إن هذه الاستراتيجية المرجعية ستمكن وزارة الصحة من توجيه استراتيجيتها للوقاية والعلاج ضد الملاريا لفترة 2020-2024، وتندرج هذه الدورة في مساعي الحكومة مثلا بوزارة الصحة الرامية إلى التخلص بشكل كامل من وباء الملاريا في عموم التراب الوطني.
في مداخلة اليمين عام وزارة الصحة الدكتور صالح بانوي تتراب استهلها بتقديم الشكر والعرفان للمشاركين في إطلاق ورشة العمل حول تطوير الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الملاريا 2020-2024، وقال أن هذه الورشة تهدف إلى محاربة هذا الوباء في كافة التراب الوطني وستستمر لمدة 5 أيام، وأن خلال هذه الورشة سيتم مناقشة سبل وطرق الطرق الناجحة لمحاربة هذا الوباء، مشيرا أن مسألة محاربة الملاريا تعد من أولويات الوزارة. برعاية الأمانة التنفيذية للجنة العليا لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، يحتضن مركز تكوين معلمية المرحلة الأساسية سلسلة من الدورات التدريبية منذ يوم أمس الأحد، وذلك في إطار تحسين نظام التعليم. وجرى هذا اللقاء بحضور الأمين التنفيذي والمفتشية العامة وبالإضافة إلى المدير العام للمركز. ونشطت هذه الدورة التدريبية من قبل خبيرين في مجال تطوير الوثائق التحضيرية للتقنيات الوطنية المستقلة. والهدف من التقنيات الوطنية المستقلة هو وضع الأسس اللازمة لرصد التعليم ودعم المدارس والمدرسين وتدريبهم. وكما ترأس أمين عام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني السيد محمد عبد الله مهيوب صباح اليوم دورة أخرى نظمتها وزارة بتعاون مع البنك الدولي لصالح رؤساء المؤسسات التعليمية والمستشارين التربويين بهدف تحسين النظام التعليمي في كافة التراب الوطني. أقامت السفارة الهندية في بلادنا مساء يوم أمس حفل استقبال بمناسبة الذكرى 70 لاعتماد الدستور في البلاد. وحضر الحفل سفير جمهورية الهند لدى بلادنا ورئيس مجموعة الصداقة الجيبوتية الهندية سيد عبد الشيخ وشخصيات رفيعة المستوى، بالإضافة إلى عدد من أعضاء السفارة وأبناء الجالية الهندية. وقدم أبناء الجالية الهندية خلال الحفل فقرات ومقطعات وأغاني موسيقية من التراث الهندي. وفي السلسلة من الكلمات أشار المشاركون في الحفل إلى أشادة بالعلاقات القوية القائمة بين جيبوتي والهند التي تعود إلى منذ زمن التي يعود تاريخها منذ زمن طويل. وفي مداخلة له أشار السفير الهندي في جيبوتي السيد أشوك كومار إلى أن الدستور هو أساس حكم البلاد، مضيفا أن الدستور يحتوي على ميزات مهمة مثل السلطات بين هيكلة الدولة وفصل الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والقضائية ومجالات الحكم الخاص. ونوه السيد كومار أن الدستور يركز بشكل خاص على الحقوق الأساسية للمواطنين والواجبات الأساسية والتوجيهية لسياسة الدولة وصياغة القوانين والمسائل الاجتماعية، كما هنأ جيبوتي على سياستها المتمثلة في الاندماج والسلام والوئام والتي حافظت عليها رغم تنوع سكانها. كما شكر حكومة جيبوتي ومواطنيها على دعمهم وتعاونهم في إنشاء البعثة الجديدة. وقال أيضا أن السفارة الهندية في جيبوتي تعمل الآن بشكل كامل بما في ذلك توفير الخدمات القنصلية. في إطار مكافحة المخدرات بكافة أشكالها والعمليات غير القانونية، قامت الوحدات التابعة للدرك الوطني في مفرزة الحي 6 و7 بإلقاء القبض على منتجات وأدوية غير صالحة ومعروضة للبيع في هذين الحيين. كما تم القبض على كمية من الحشيش تصل وزنها إلى 3.6 كيلوغرام من الحشيش، تم تعبئتها من أجل بيعها.
هذا وتم إلقاء القبض على الأشخاص المتورطين في هذه القضية، كما سيمثل المتورطون أمام العدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. تهدد الآلاف الجراد الصحراوي منطقة علي صبيح وتحديدا المناطق الإنتاج الزراعية في هذه المنطقة، حيث تسبب الجراد بأضرار كبيرة على الزراعة في ناحية تعسامو. وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة، يمكن أن يشكل موسم تكاثر الجراد الصحراوي والتي تضاعفت بسبب الأمطار القوية تهديدا خطيرا لمناطق الإنتاج الزراعي في كل من اليمن والسودان وإريتريا وأجزاء من أثيوبيا والأجزاء الشمالية من الصومال، حيث حذرت المنظمة في مقال نشر في 25 من يوليو من العام المنصرم في موقع معلومات الأمم المتحدة وصول مجموعة الجراد من هذه الكارثة. ووصل مجموعة من الجراد إلى أماكن مختلفة في منطقة علي صبيح وفي عسام. تبحث عائلة عبد الله محمد عن ابنها هلني عبد الله محمد البالغ من العمر 14 عاما. يذكر أن هذا الشاب خرج من المنزل في حدود الساعة 9 وهو يرتدي ملابس أسود وبني. على من يجد أي معلومات الرجاء الاتصال على الأرقام التالية 21 35 27 61 أو 77 13 39 08 أو 77 80 35 83. إذن أعزائي المشاهدين، والآن ننتقل إلى الساحة الدولية، إلى مدريد. انطلقت في العاصمة الإسبانية مدريد اليوم الاثنين فعاليات قمة المناخ التي ستستمر حتى 13 من الشهر الجاري لمناقشة سبل حماية كوكب الأرض من التغيرات المناخية وتنسيق الجهود والالتزامات الدولية بهذا الشأن. ويشارك في قمة مدريد ممثلو 196 دولة، بينهم 50 رئيسا ورئيس حكومة ورؤساء مؤسسات الاتحاد الأوروبي وكبار ممثلي المؤسسات الدولية مثل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والبنك الدولي للتنمية، وذلك من أجل بحث مختلف التصورات والسبل والآليات الكفيلة لمواجهة تحديات التغير المناخي. ويهدف المؤتمر إلى تلبية الحاجة الملحة للتصدي للتغير المناخي. وإلى الموضوع العراقي، وافق مجلس النواب العراقي أمس الأحد على استقالة حكومة عادل بعد نحو شهرين من موجة احتجاجات أسفرت عن مقتل العديد من الأشخاص. المزيد مع الزميل عبد القادر. وافق طلب الاستقالة في غضون دقائق ما يجعل من حكومة عبد المهدي حاليا حكومة تصريف الأعمال وفقا للدستور. وأعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أنه سيخاطب رئيس الجمهورية برهم صالح لتكليف رئيس جديد للوزراء. ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر موجة احتجاجات غاضبة تدعو إلى إسقاط النظام وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة منذ 16 عاما، والمتهمة بالفساد وهدر ثروات البلاد. وعلى صعيد متصل، أصدرت محكمة عراقية الأحد حكما هو الأول بحق ضابط في الشرطة لأدين بقتل متظاهرين في بغداد الكوت جنوب بغداد وفقا لمصدر قضائي. والآن ننتقل إلى العالم الرياضي مع الزميل عبد القادر. عام من وضع الكرواتي لوكا مودريتش حدا لاحتكار كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي للقب جائزة الكرة الذهبية لعشر أعوام متتالية، يتساءل عشاق الكرة الساحرة هل سيخطف السنغالي ساديو ماني أو الهولندي فيرجيل فان جائزة نوبل عام 2019 من قائد برشلونة منتخب الأرجنتيني، ويتم الكشف عن اسم الفائز مساء الاثنين خلال حفل بمسرح شاتيليه في باريس.
سيتنافس ثلاثة لاعبين على الأرجح هم الأرجنتيني لينيو ميسي والسنغالي ساديو ماني والهولندي فيرجيل فان على مسابقة فرانس فوتبول مجلة الكرة الذهبية لعام 2019 التي ستمنحها جائزة الفرنسية الرياضية مساء الاثنين خلال حفل مسرح شاتليه في قلب العاصمة الفرنسية باريس. إذن أعزائي المشاهدين بهذا قد وصلنا طبعا إلى نهاية نشرة، نشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.